مرحبا، اليوم رح نعمل مع بعض متبل الزهرة. متبل جدا بسيط وسريع، ما بياخد منكم اي وقت، طعمته جدا جدا طيبة. طبعا بتلاقوا المقادير كلها من تحت بصندوق الوصف. بالبداية بنضف الزهرة هيك شوي، بيكون عليها هذا الاسود هيك على الاطراف، انتو بتنضفوه بالسكينة. بعدين هلا بدي فتفتها بايدي، بكسرها هيك يعني لحتى فرفتهم عن بعضهم. بدي اعمله انا كتير صغار لحتى يعني يسهل معي اكتر بالاستواء، تستوي اسرع. انا رح اعملها على البخار، فانا رح احطها بهي الطنجرة هيك المثقبة، وحطها بعدين على المي. ممكن تسلقوه او تعملوه على البخار، هذا بيرجع لإلكن، بس المي بيروح كتير من القيم الغذائية فيها وبتروح يعني كلهم بالمي، فالافضل انكم تسووه على البخار. حطيت انا هون مي ولح حط عليه الزهرة وغطيها، اتركها تقريبا 20 دقيقة او 15 دقيقة حسب انتو نوع الزهرة اللي مستخدمينه، اذا تستوي عندكم بسرعة او لا. بعد تقريبا 20 دقيقة اخذت واحدة بالشوكة وهرستها هيك شوي، لقيتها صارت عندي طرية واستوت تماما، فلح حطهم هلا على الدف. امشي عليه هيك شوي بالسكينة لحتى افرمهم. هيك بتضل الزهرة هيك عاطية شوي قوام. زبدية هون لحط كوب من اللبن، عليهم تقريبا 3 ملاعق من الطحينية او الراشي، رشة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الثوم. طبعا انا حاطه كمان للثوم شوي من الملح، فانتو بتقدروا هذا الشيء، بتدوقوا بتشوفوا قد ايه محتاجين ملح. اخذت تقريبا هذا القدر بس من الزهره وحطيته على المتبل. بعد ما خلطتهم هيك منيح مع بعض بحطهم بصحن التقديم. بحاول ارتبها هيك شوي صغيره بالمعلقه. بالنسبة للتزيين بتزينوا انتو بالطريقة اللي انتو حابينها. انا رح ارش عليها شوي من الكمون، زيت الزيتون، وبزينها بشوية صغيرة من البقدونس. ورقتين من النعناع، وهيك بيكون عنا صار جاهز. تبة جدا بسيط وسريع، ما بياخد منكم وقت، وطعمته جدا جدا طيبة. من المقبلات البسيطة والسريعة، بتمنى انكم تجربوه. اذا عجبكم فيديو اليوم لا تنسوا من اللايك والاشتراك. حبكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.